في الطيران ألف متعة لا تكشف عن نفسها إلا لمن يرتفع، ونحن نريد اكتشاف تلك المتعة من خلال معرفة حب هواة الطيران عبر طائرات صغيرة متعددة المسميات كالجايروكوبتر ودلتا، تحلق عالياً وتخلق معها شغفاً لمحبي رياضة الطيران. ويعتبر الطيران الرياضي أحد أبرز الهوايات لدى شريحة كبيرة من الشباب السعودي، ولو أن نسبتهم أقل بكثير من ممارسي الرياضات الأخرى نظراً إلى أن هذه الهواية تتطلب نشاطاً وخفة في الحركة فضلاً عن المصاريف الباهظة التي تثقل على محبيها. الأمر الجميل في هذه الرياضة المشوقة أنها تعتبر رافداً مهماً للسياحة، إذ يتهافت الكثير من المحبين لهذه الرياضة لمشاهدتها عن قرب وممارستها مع مدربين متخصصين. نحن هذا الأسبوع سنحلق مع مجتمع محترف لنتعرف معكم عن هذه الرياضة وتفاصيلها وشغف محبيها.